السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام، متابعي قناة من الآخر وخلاصة، معكم محمد نور الدين. ترتيب فرق الدوري الألماني وترتيب الهدافين بعد انتهاء مباريات الجولة 29 من الدوري الألماني. الكلام ده كان أمس الأحد 18/4/2021 بعد مباراة بروسيا دورتموند، وبعتذر إني اتأخرت عليكم في الفيديو. متابعينا الكرام، بالنسبة لنتائج مباريات الجولة، لايبزيج تعادل أمام هوفنهايم 0-0، بروسيا مشنغلادباخ فاز على أينتراخت فرانكفورت 4-0، فولفسبورغ خسر أمام بايرن ميونخ 2-3، فرايبورغ فاز على شالك 4-0، يونيون برلين فاز على شتوتغارت 2-1، اوكسبورغ تعادل سلبين امام ارمينيا بيلفيلد، باير ليفركوزن فاز على كولن 3-0، والكلام ده بقى امبارح بروسيا دورتموند فاز على فيردر بريمن 4-1. احرز الاهداف لبروسيا دورتموند جيوفاني رينا في الدقيقه 29، ايرلينغ هالاند من ضربه جزاء في الدقيقه 34، وايرلينغ هالاند في الدقيقه 38، وماتس هوملز في الدقيقه 87. هدف فيردر بريمن عن طريق ميلوت راشيكا في الدقيقه 14، وتم تاجيل مباراه ماينز امام هيرتا برلين. هنتعرف على ترتيب فرق الدوري الالماني ثم نتعرف على ترتيب الهدافين. طبعا دلوقتي اليوم الاثنين، بكره باذن الله تعالى الثلاثاء هتبدا مباراه الجوله 30 مباشره على طول في نفس الاسبوع. بايرن ميونخ في المركز الاول برصيد 68 نقطه، ولايبزيج في المركز الثاني ب 61 نقطه، في فولفسبورغ المركز الثالث ب 54 نقطه، اينتراخت فرانكفورت المركز الرابع ب 53 نقطه، بروسيا دورتموند المركز الخامس ب 49 نقطه، باير ليفركوزن المركز السادس ب 47 نقطه، بروسيا مشنغلادباخ المركز السابع ب 43 نقطة، يونيون برلين المركز الثامن ب 43 نقطة، فرايبورغ المركز التاسع ب 40 نقطة، شتوتغارد المركز العاشر ب 39 نقطة، اوكسبورغ المركز الحادي عشر ب 33 نقطة، هوفنهايم المركز الثاني عشر ب 32 نقطة، فيردر بريمن المركز الثالث عشر ب 30 نقطة، ماينز المركز الرابع عشر ب 28 نقطة، ارمينيا بيلفيلد المركز الخامس عشر ب 27 نقطة، هيرتا برلين المركز السادس عشر ب 26 نقطة، كولن المركز السابع عشر ب 23 نقطة، شالكا المركز الثامن عشر والأخير ب 13 نقطة. خلينا نتعرف على ترتيب الهدافين. متابعينا الكرام، متصدر الهدافين روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ ب 35 هدف، في المركز الثاني أندريا سيلفا لاعب أينتراخت فرانكفورت، وإيرلين غالاند لاعب بروسيا دورتموند كلهم من هم 23 هدف. المركز الثالث فوتر فيوغرست لاعب فولفسبورغ ب 19 هدف. المركز الرابع أندريك كراميريتش لاعب هوفنهايم ب 14 هدف. واساسك لاتزيتش لاعب شتوتغارد المركز الخامس، لارس شتند لاعب روسيا مشنغلادباخ ب 12 هدف. خلينا نتعرف على ترتيب صناع الاهداف. متصدر صناعه الاهداف اللاعب توماس مولر لاعب بايرن ميونخ ب 17 هدف صنعهم. المركز الثاني فيليب كوستيتش لاعب انتراخت فرانكفورت صنع 12 هدف. المركز الثالث جوناس هوفمان لاعب روسيا مشنغلادباخ صنع 11 هدف. المركز الرابع دايتشي كاماتا لاعب انتراخت فرانكفورت، وجوشا كيميتش لاعب بايرن ميونخ صنعوا هما الاثنين كل منهم 10 اهداف. المركز الخامس جادون سانشو لاعب بروسيا دورتموند، وكين غيسلي كومان لاعب بايرن ميونخ، وليروي سانيه لاعب بايرن ميونخ كل منهم صنع 9 اهداف. كان معكم محمد نور الدين من قناه من اخر الخلاصه، اشترك في القناه، فعل زر الجرس، اعمل لايك الفيديو، ونراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.